طبعا تقدر تقول انها كانت المباراه الاكثر جماهيريه على سطح الكره الارضيه امبارح، يعني مفيش حد الحقيقه حتى اللي ما تابعش المباراه على الهواء رجع وشاف بعد ما سمع طبعا عن النتيجه السكور التاريخي اللي حققه ليفربول في مواجهه اليونايتد. وبالتالي احنا طبعا في مصر اغلب ردود الافعال كانت يعني منتهى الفرحه ومنتهى السعاده، وخصوصا كمان اللي زاد انه نجم المباراه كان محمد صلاح اللي قدم واحد من اقوى وافضل عروضه مع ليفر امبارح. لكن ردود الافعال ايه في انجلترا كانت ازاي؟ يمكن شفنا واستعرضنا جزء منها فيما يتعلق بالصحافه، بس خلينا نروح لضيفنا دلوقتي في السادسه تيري روبنسون، نائب رئيس نادي شيفيلد يونايتد السابق ومدير الكره ايضا السابق في نادي ستوك سيتي، مشوار طويل الحقيقه مع عدد كبير جدا من الانديه الانجليزيه، منهم كمان ليستر في السنه اللي توج مع صعوده للبريمير ليج، وايضا فريق هو ضيفنا في السادسه. وبالصدفه والله بالصدفه هو النهارده كمان عيد ميلاده، فخلونا بدايه قبل ما نتكلم معاه نرحب بيه ونهنيه ونقول له كل سنه وانت طيب، هابي بيرث داي اند ماني هابي ريتيرنز. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على استضافتي. قبل الهوا بثواني عرفت انك انت واحد من اكبر مشجعي المان يونايتد، فلازم اسالك عن موقعه امبارح، موقعه الانفيلد، ازاي شفت المباراه وازاي شفت الفوز التاريخي اللي حققه ليفربول على اليونايتد بنتيجه 7-0؟ اعتقد ان في الشوط الاول كانت المباراه كان مانشستر يونايتد ادى بشكل قوي واتيحت له العديد من الفرص، واعتقد ان المباراه كانت لليفربول وخصوصا بعد احراز الهدف الاول لم يتغير شيء في الشوط الثاني، ولكن ما حدث هو كان الهدف الذي احرز قبل نهايه الشوط الاول بقليل. اعتقدت ان مانشستر يونايتد سيصحح الوضع ويحسن الاداء في الشوط الثاني، ولكن ما اظهره ليفربول انه قد دمر دفاعات اليونايتد وقد استطاع ان يلعب كره قدم رائعه. إريك تين هاج المدير الفني اليونايتد الحقيقه قدم موسم جيد جدا، اعتقد مقنع بالنسبه لعشاق اليونايتد. هل تعتقد انه الهزيمه امبارح او الخساره امبارح ممكن تاثر على مشواره في بقيه الموسم، سواء على مستوى البريمير ليج او حتى على مستوى اليوروبا ليج اللي هو ما زال بينافس، وخصوصا بعد تخطيه عقبه برشلونه الكل قال انه قريب جدا من تحقيق لقب اليوروبا ليج، هل تعتقد النتيجه دي ممكن تكون هزه تاثر على بقيه المشوار؟ انا في الحقيقه انا كنت محبطا او خائب الامل بخصوص مباراه الامس. بالنسبه لي تين هاج هو مدير فني جيد ويدير المباراه بشكل رائع، ولكنه اعتقد انه لم يجري العديد من التغييرات على فريقه ولم يصنع اللاعبون الفارق في هذه المباراه. اعتقد ان يظل ينافس على بطوله الدوري الانجليزي، يظل ثالثا ولديه الفرصه. أنا كنت مندهشا من خسارة الأمس، وأنا سأندهش أكثر إذا حدث شيئا غير ذلك، لا أتمنى ذلك لمانشستر يونايتد، أتمنى أن ينافسه. يمكن من الحاجات اللي سمعتها في تحليل ما بعد المباراة، وأنت عارف طبعا أنه جزء كبير من قدرات ليفربول الهجومية طول المواسم الثلاثي الرعب صلاح ساديو ماني، بتشوف أنه من الوارد جدا أنه الثلاثي الجديد داروين نونيز كودي جاكبو مع محمد صلاح من الممكن ان يعيدوا لليفربول قدراته الهجوميه مره ثانيه، هل بتتفق مع نفس وجهه النظر دي ولا بترى انه الموسم ده قد يكون الاخير لمحمد صلاح مع ليفربول؟ اعتقد ان جماهير ليفربول ستكون هي المحبطه اذا حدث ذلك. اعتقد ان محمد صلاح لاعب رائع ومحرز جيد للاهداف، واعتقد انه حقق اداء مذهلا منذ عام 2017 مع ليفربول. اعتقد ان الفريق يجب عليه ان يحتفظ بمحمد صلاح حتى الموسم القادم. عايز اتكلم شويه معاك يعني مع مشوارك الطويل طبعا في الكره الانجليزيه وتواليك عده مناصب في عدد من الانديه الانجليزيه المختلفه،
عن تواجد اللاعب المصري في الدوري الانجليزي. شفنا نماذج كتير جدا، مش بس محمد صلاح قبل كده، وانت يمكن كنت موجود في نادي شيفيلد يونايتد في الوقت اللي انتقل ليه نجم النادي الاهلي في الوقت ده احمد فتحي على ما اتذكر، يعني كنت موجود، كنت في موقع المسؤوليه. نعم، لقد قمت بالتوقيع لاحمد فتحي. هو لعب عده مباريات، لم يكن الامر كما توقعنا، كان الامر صعبا عليه، كانت اوقاتا صعبه، ولكننا حينما تاهلنا للدوري الانجليزي وقعنا معه بالفعل. استطيع ان اقول انه لم يستمر معنا طويلا، ولكنه انتقل بعد ذلك الى هال وادى اداء افضل، ولكن اظن انه لا زال يلعب، انا اتابعه. واعتقد انه من احد اللاعبين المهمين في تاريخ الكره المصريه. يعني لو قارنا المستوى اللي خرج بيه محمد صلاح من مصر عشان يبدا رحله ومشوار احترافه بعدد من اللاعبين، هنجد انه في لاعبين كتير ممكن يكونوا على نفس مستوى محمد صلاح، لكن اما التجارب الاحترافيه غير مكتمله. ويمكن لو اتكلمت تحديدا على الدوري الانجليزي انت بالتاكيد تتذكر مثلا لاعبين زي حسام غالي، زي عمرو زكي، زي محمد شوقي، زي النني حاليا، ومحمد صلاح. وبالتالي ايه اللي بينقص اللاعب المصري عشان يكون له مساحه تواجد اكبر في الانديه الانجليزيه؟ اعتقد لبعد المسافة عن محمد صلاح، لا أعرفه بشكل شخصي، ولكن أعرف أنه لاعب محترف دوما يبتسم في وجه الجميع. أحيانا لديه بعض المواقف، ولكن أعتقد أن محمد صلاح يسير بخطى ثابتة في الاحتراف، وهذا ما يجعله قوة مهمة لليفربول. ولكن أحيانا حينما يأتي أناس من بلدكم للدوري الإنجليزي لا يتأقلمون كثيرا أو سريعا مع الكرة الإنجليزية. لدينا العديد من البطولات في موسم واحد، يظل الأمر صعبا. فلاعبوكم لا أعتقد أنهم يستطيعون الحفاظ على هذا المستوى في ظل هذه البطولات الكثيرة. أعتقد أن الثبات والثبات على المستوى هو الأهم في كرة القدم. اتكلمنا على تأثير ماتش امبارح أو نتيجة ماتش امبارح على اليونايتد، يهمني أتكلم كمان على ليفربول، لأنه كتير من عشاق الليفر بيشوفوا أنه 7-0 أو الفوز بسبعة في مقابل صفر على حساب اليونايتد قد تمكن ليفربول من العودة بريمونتادا أيضا على حساب ريال مدريد في بطولة الشامبيونز ليج، وإن كان طبعا سيناريو صعب، لكن يهمني أعرف أثر فوز امبارح على مشوار الليفر في بطولة الشامبيونز ليج أو مباراة العودة مع ريال مدريد. أعتقد أن ليفربول لديه فرصة جيدة للعودة على كل حال، إذا لعبوا بالثقة التي لعبوا بها فأعتقد أنهم لديهم فرصة في المنافسة. ليفربول فريق رائع، كان لديهم بعض السقطات هذا الموسم، ولكن يظل نادي كبير وفريق رائع. نعم، أعتقد أن ليفربول لديه الفرصة للعودة. أستطيع أن أقول أيضا أنه يمكن ليفربول أن يكون واحد من الأربعة الكبار هذا الموسم في الدوري الإنجليزي. فليفربول الآن فريق قوي. بمناسبة الدوري، رأيك في مشوار الأرسنال تحت قيادة أرتيتا؟ وهل بتشوف أن الأرسنال بعد غياب طويل عن منصات التتويج قادر على حسم البريمير ليج الموسم الحالي؟ أرتيتا قام بعمل كبير مع أرسنال بالمقارنة مع جوارديولا وعمله مع جوارديولا قبل ذلك. أعتقد أن الأرسنال يسير الآن بشكل جيد، يمكنه أن ينافس، وخصوصا بعد الدور الأول الرائع الذي رأيناه. أعتقد أنه يتقدم الآن بفارق 5 نقاط عن السيتي، وأعتقد أن اليونايتد ينافس ولكن خلفهم بقليل. نعم، أعتقد أن الأرسنال لديه الفرصة الأكبر للفوز بالدوري الإنجليزي، وخصوصا بعد تعثر مانشستر سيتي
ولكن اذا لم يتعثر الارسنال فاعتقد ان لديه الفرصه كبيره للفوز بالدوري الانجليزي. بيقال ان بيب جوارديولا مش مركز قوي في بطوله او في لقب بطوله البريمير ليج الموسم الحالي، وتركيزه الاكبر يمكن رايح لفرصته في المنافسه على الشامبيونز ليج. هل من الممكن ان جوارديولا يكون بيفكر بالطريقه دي؟ وايه رايك في فرص او حظوظ المان سيتي في التتويج بلقب الشامبيونز ليج الموسم الحالي؟ أعتقد أن بالنسبة لجوارديولا هو مدير فني رائع ولا اختلاف على ذلك، فأي منافسة يكون فيها جوارديولا يكون منافسا ويكون لديه الفرص الأكبر للفوز بها. هو بالفعل قد فاز بدوري الدوري الإنجليزي ولديه الفرصة كبيرة أن يفوز بدوري الأبطال وأتيحت له قبل ذلك. فمانشستر سيتي الآن لديه فريق جيد جدا يحتوي على لاعبين رائعين، لديهم هدافون جيدون الآن، وهم يدفعون الأرسنال للمنافسة، وأعتقد أنهم سيبلوا بلاء حسنا في دوري الأبطال. تيري روبنسون نائب رئيس شيفيلد يونايتد السابق، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا النهاردة وجودك معنا في السادسة. كل الشكر ليكم مرة تانية، بكرر تهنئتي بمناسبة عيد ميلادك. مستمرين معاكم في السادسة وكلامنا هيكون عن موضوع بعيد كل البعد عن كرة القدم في الماضي، لكن في الوقت الحالي وفي المستقبل هيكون له دور كبير جدا. ايه قصة الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص؟ الإجابة هتكون معنا في السادسة بعد الفاصل.